السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو تصاوبي لينا ان شاء الله؟ ان شاء الله نصوب واحد الكورني اللي كيتعمر بالكلاص ديال الدار، الكورني ديال الدار ان شاء الله. ان شاء الله نشارك مع بناتي ان شاء الله. ان شاء الله. حنا مولفين كنصوبوا، اظهر لهم الصوره الان باش يشوفوا ال دابا ديال من الارشيف. هو راه حيت كيتصوب فواحد بحال بانيني، الماكينه ديالو بحال بانيني. دابا حنا كنصوبوا غير في الدار بلا وفوق غير في المقله، غنصوبوا دابا غير في المقله باش نوري الطريقه سهله. والاخر ملي غادي نصوبوا على الشكل الكورني، ها هو صوبت هاد الكورني بداك اللصق. كاين اللي كيصوبوا كارتون وكيغلفوا بابي الومنيوم، كاين اللي هذا راه بقى سخنيت. ولا الاخر ديك المدور كنديروا في الزلافه، بس عاد نحط عليه زلافه اخرى. احنا نوري مي كتورينا الاشكال. صافي نوريكم الشكل ان شاء الله. بالنسبه لهذاك راه كيلفوا فيه، يعني باش كيعطيهم داك الشكل. ملي كيكون باقي سخون تتلوي في هنايا دغيا دغيا شي من المنديل. هو راه عنده الاصل لي ماتيريال ديالو. شحال شنو عندنا في المقادير كامل؟ هنايا 130 ديال الفورس، 130 غرام ديال الفورس. يعني كاس العنبه؟ كاس العنبه عامر. 130 الماء. كاس لارك ما عامرش. عندنا 130 غرام ديال سميده، حتى هو ما عامرش. هادو كيس العنبه ما عامرش، لا ما عندوش الميزان غيعبر غير بحال هكا. وهنايا 70 غرام ديال الزبده، الزبده ديك المزيانه تقدري ديري العاديه ماشي مشكل. هنايا الشاشيه ديال الفاني وشويه المليحه بيضه، هادشي اللي كيكون فيه. الزبده نبدا ندوبو الزبده ونرجعو الزبده ان شاء الله. انا درت البيض، انا درت بيضه هنايا باش غسلتي دوب ديال الزبده. هيا هيا الزبده دارت خليتها تبرد شويه، غادي ندير هاد الفانيليا هي وداك شويه الملح. هاد الكورني دابا كيتحتاج في هاد الصيف، داكشي علاش بغيت ندوزوه. بغيت تفركس على لا كلاص وهذا. وباش هو الحاجه الوحيده اللي زوين هو مقرمل، مقرمل و كيجي مقرمل غزال مقرمل كيعجب الدراري. الا كلاو كيجي من داكشي مقرمش داكشي اللي كيفرحوا به. باقي اللي كيتباه كيكون شويه لاوي على ما اظن، اللي كيكون كيواجد. ايوا المهم هو راه ما كيعرف المذاق ديال الكورني. اللهم بنادم ياكل حاجه ديال الدار يعرف اش كيدير فيها ولا حتى هذا الا بقى مده طويله راه ما كيبقاش مقرمل. ولكن الا احتفظوا به مزيان وسدوا عليه ما دخلوا لها هواء لا والو، راه كيبقى مقرمل مده طويله. هادشي اللي كان يا كيقدو يسخنوه الا بغاو يسخنوه في الفران. كتدخلي تسخني شويه، الا كانت بحال دابا حيت شي حاجه طيبتيها ودخلتي داك الصهد ديال الفران تيبقى تيشد داك التكرميله ديالو الا صوبتي. وهذا وبرد لك بسم الله. نزيدو الماء، نزيدو الماء. دابا درت السكر، درت البيض، درت مع تنهضرو. هادشي اللي كان داكشي ديال الدار وصافي، باش الدراري ما يبقاش ياخذوا داكشي الزنقه كيعجبهم يديروا لهم في الدار حسن. هانتي غادي نزيد داك الزبده كلها، يعني الفرصه اخر حاجه. اخر حاجه تحتاجي واقيلا تغرب ليه ما مغربلش. ايوا ما مغربلش. انا غادي ايوا هو السقايه كاينه واخا باش تخطى السنيده مزيان. باغي كدو مع الزبده دافيه. غادي نبقى ندير هاد الفرص شويه بشويه باش ما تكبتليش. المهم ندخلو الكاس الفرص كلو، ندخل هاد الفرص كلو ان شاء الله ونرجعو. باقي لنا الطياب نشوفو، هو اهم حاجه. اييه سهل، ماشي سهل، ما فيش الخميره، ما فيش يعني هو هاد الاول الاساسيات ديالو هو هاد الشيء. ماشي كيجي زوين كيجي نقربو داك الشيء ان شاء الله نوري لهم منين نسالي. واخا خلطتو مزيان ما فيه لا حبيبات لا والو. دابا غادي نبدا، انا حطيت هاد الكورني ديالي وهاد المنديل غادي نبدا نلوي فيه بحال هكا باش تشد مزيان. انا غادي نشعل باش يشعل كذا. هذا خاصها تكون ضروري المقله ديال الطيفال. لا هادي ماشي طيفال، هادي وي هادي بحال يعني ما كتلصقش. ما كتلصقش المقله ما كتلصقش، ولا الا طيبت وحده ولا جوج وشتا كتلصق عاد نبردها. نبرد كنضرب عليها الماء من بسم الله. نبدا نيت باش ما تسخنش المقله. دابا نيت ملي كناخذ القياس غنصوب بحال الكريب، بحال غيصوبو كريب، بحال الكريب. كندير لك بحال هكا شتي بحال هكا. كتكون رقيقه باش كتجي مقرمله. رقيقه باش كتجي مقرمله. هي انت شتي
نستنى حتى الطيب كنقلعها من الجناب من الجناب صافي كان حتى كتحمر حتى كتحمر كنقلبها ضروري تقلب صافي وكنرو نرو ليها في هذا ما حدا سخونه الا بردات راه ما تروش ما تدوش ما تدوش اه صافي تكون سخونه داك الساعات حنا كنكون موجدينو اصلا ان شاء الله ملي كتكون مقله مزيانه راه غير كيتقلى شتي انت بني قلعتها كلها في الجناب دابا غنقدر نقلبوها بسهوله داك سخونه صافي دابا بدات تحمر مزيان حتى هاد البصل بدا كلها تحمر صافي وديك الساعات راه وجدات تحمر شي شويه راه نحيدها باش نمروا ليها انا دابا قلبتها ماشي مره ماشي جوج باش كتقاد كلها ملي كتشد فراسها كنقلبها عاد ملي كتشد فراسها في التقليبه الثانيه صافي تبدا نقادها حتى كتقاد كلها وهي راه فتيتي راه دغيا كيتقطع الا مشيتي حتى ما صافي دابا ها هو وجد حيت رقيقه عاوتاني نبغيوها تكون رقيقه سخونه بسرعه بسرعه حيدها سخن نجوى المنديل 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 اه اوكي ميس علاش حطيتي الشبان لك باش الشبان لكم ماشي مشكل راه الناس وصلاتهم الفكره صافي صافي نخبعها بحال بيبي انت يا باش ملي كتلقى الراس مع الراس هكا هكا كنوركو عليه بالمنديل هكا باش كيلصق باش تلصق مزيان صلح لك هذه منديل عادي ما فازك ما والو انت كنخليها هكا على ما نطيب الاخرى ان شاء الله دابا مسحتها ندير دابا بردتها ومسحتها غادي ندير الثانيه نتي نحاول ناخد غير شويه نتي لا تطيب نحيدوها على بلاقه هي خصها تجي رقيقه انا فعلا زيت زيت العجينه بزاف نتي إذا تقبلت لك تتقدري ديري شويه في العجينه ودوزيها عليها تديها تديها صافي كتعاود تحمر من جهه تحمر من جهه اخرى باش نحطوها باش نديرو نحطو هذيك صافي شتي صافي قصحت قصحت هي شتي قاسم الله هادي وجدات صافي وجدات هاهي نحط عاوتاني نمرو ليها انت شتي بحال هكا نزرب عليها يتأكدو انها راه تسدات هاديك البلاصة اللي نمرو ليها بحال هكا هكا حتى للراس صافي ونرد عليها عاوتاني المنديل هداك بحال هكا بحال البيبي صافي ونعاود نحط نكمل نشغل صابعك شويه صغيره باش نديرها نديرها في الزلافه شتيها اوه حتى هذه خصها سخونه سخونه خصني وحده كتدخل في وحده شتي بشويه باش ما تفرعيهاش هكا حتى كتحطيها قبل ما تبرد كتقصح كتقصح كتسبكت واحد الجهه واحد الجهه لا صافي هكا باش كتشد في راسها تاع الكورني اللي ما عندوش ماشي مشكل مش كيدير غير الزلافه كتدخل في الزلافه ان شاء الله صافي نكملوا الكميه ها هي الطريقه الاولى باينه الطريقه الثانيه باينه ها هي واش كتبصح كيفاش كنجبدوها شتي نحيدو هذا صافي كتبقى نحطو في داخل صوبتي ضخمه كبير كبير راه ما تعمر راه ما تعمر يلاه يلاه نكملوا ان شاء الله الكميه ونرجع ان شاء الله الله يهديك الله يبارك فيك سليمة سليمة قالك دابا نصوبو لاباني نصوبو لا كلاص نعمرو نصوبو لاباني ونبيعو نبيعها نقلبها نقلبها لا كلاص هاد الصيف داكشي اللي كان جا شكل زوين جا غزال اه جا زوين شوفو الطاسات بعدا هما الاولين اه ما شتي كرملين اللي تعمرو بلا كلاص كيجيو فني حتى المذاق ديال هاد الباستا زوينه الباستا كتجي فنه واحد المذاق زوين هادو تما زوينين انت هادو هما زوين انت شتي انت مروري ما داكش شافي داك الصحه وغير في المقله بلا الاله ديالو ما تما راه بلا غير كيجي كيعطي هذيك الخليط اللي صوبت راه كيعطي كميه دابا هذه فيه جوج خليط جوج ديال المقادير
كنديروا فواحد البلاستيكة باش ما يتهرش، وكنديروا نديروا بعدا فواحد ميتكا ديال الماء ديال الماكله. البلاستيك غذائي كنحتفظوا به وعاد نديروا في البواطه، نديروا في البواطه باش ما يتهرش. كنبقى نجبد منه شحال ما بغيت. تقريبا اخر مره شحال احتفظنا به من نهار؟ اكثر من 10 ايام. والله الا اكثر من 10 ايام ياك. اه تنجبدوا ثلاثه على حسب الناس، شحال الناس عندي تصوبي اليوم، تصوبي جوج الناس، ثلاثه الناس، واحد ديالو. المهم علي ما عقلت انا بقى مده طويله، ونت قلت واقيلا غادي يكون لوا، حيت انا ما ملي كنت صوبتو ما خليتوش بزاف يعني. عقلت انا وتصوب وتكلفقتو، ولكن واحد الدفعه حنا كنا بديناها صوبناها راه بقات تقريبا شي اسبوع غير من داك الشهر. تحصى ما يدخلوش الهواء، لان ما غاديش تقدري تاكلي هذا الشيء كله وتعمري هذا الشيء كله بلا كلاصه في دقه واحده. ضروري جوج الناس، ثلاثه الناس، اربعه الناس، وثلاثه ديال الوليدات، اربعه ديال الوليدات، تتاخذي غير جوج وشي اخر كتحتفظي. وما يمكنش غادي عاوتاني تعجني داك الخليط وتسخني داك العجينه وتبدا تصوبي كل نهار تصوبي شويه، يصوبوا دفعه واحده ويعلبوه صافي ويجبدوه. هذا ما تيشتي كيحيدو منه شوت، وراه ساهل ما كيشدش اليد، وفي الطياب راه دغيا كيطيب ودغيا كيتلوى دغيا كيقصاح دغيا ساهل. الفيديو كيما درنا له بقى وحده واقيلا لداخل، شوفي بقات وحده وحده لداخل. الله يعطيك الصحه جاب زين هرس الكاليت. شوفي هرسي انا نشوفو شتي اللي كتقرمنا قرمنا. الله يعطيك الصحة. الصحة الصحة وراحة. هادي صافي دابا بقى خصو غير الكلاص. ان شاء الله نعمرو، ان شاء الله نوريك ان شاء الله الفيديو دابا اللي جاي انتظرونا، حنا غادي نعمرو ليهم ان شاء الله هاد لي كورني ونوريهم الطريقة ديال الكلاص. وحنا دوزنا الاشكال، ان شاء الله ندوزو هاد الشكل باش نعمرو هذا. راه كيتعمر باي شكل الكلاص دوزنا، ولا ان شاء الله غادي نعاود ندوزو له ان شاء الله. المهم باش كيما كان الكلاص كيتعمر بهذا. الا عندهم موجود راه دابا الناس اغلبيه صوبوا الكلاص في ديورهم، يصوبوا هاد الباستا هادي ويعمروه بها، كيجي زوين. حسن ما يحطوهم في الكيسان ديال الدجاج لولادهم، هذا امن. ماما تبارك الله عليك، الوصفه ديال هاد النهار كانت مميزه. ان شاء الله في حلقات وحدين اخرين ان شاء الله. ان شاء الله الله يعاونك. سلام. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء، والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.